بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي، معكم الدكتور عبد الحليم فول في حصة رمضانية. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وانتم بخير. ربي يرحم موتانا وموت المسلمين، وربي يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، وربي ينصر خاوتنا المسلمين المجاهدين في كل مكان، وأولهم في المسجد الأقصى وغزة بإذن الله. موضوع هذا رمضان ارتأيت أن يكون من عيادتي. لماذا؟ لأنه راح نحكي مواضيع نفسية لكن بصبغة دينية إسلامية. لماذا؟ لأننا في شهر رمضان المبارك، حبيت أقدم بعض الإشارات للناس يغفلون عنها في هذا الأمر الحساس اللي هو أمر معالجة الأنفس. أنا عندي فكرة جوهرية كنت تكلمت عليها في العديد من المرات، لكن نحاول نسلط عليها الضوء في هذا رمضان، ونقول باللي معظم أمراضنا النفسية نظن باللي الغربيين ما وصلوا إليه من خلال الدراسات الأكاديمية والعلمية والبحوث وهو الأصل، وكأننا نحن ما عندناش فكرة. وكاين ناس واحد أخرين كيجي كتاب غربي يقول لك هذا الكتاب لا يهمني وهو التنمية البشرية، هي ماشي دائما نفس الحكم ينطبق على الجميع. أنا راح نقدم فكرة أساسية. كاين كتاب مشهور الناس كامل يعرفوه، اللي هو هذا الكتاب دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي. ديل كارنيجي هو من أشهر الكتاب، وكتب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، كتب فن الخطابة، هو من أحسن الكتب، وعنده هذا الكتاب هو دع القلق وابدأ الحياة. هذا الكتاب هو جمعه في الثلاثينات من القرن الماضي، نقوله 1930-1937، وهو كان خطيب. راح جمع مجموعة من الأفكار عند مجموعة من الناس الخبراء والمشاهير وخاصة من الكتب، وجمع لنا هذا الكتاب. أنا مش راح نشرح هذا الكتاب، لكن راح نشرح ولا راح أعرج على كتابين مهمين لعمالقة من عمالقة الفكر الإسلامي. أولهم هو الشيخ عبد الرحمن السعدي. عبد الرحمن السعدي كما يعلم الجميع هو الأستاذ تاع الشيخ العثيمين حفظه الله رحمه الله، وحتى الشيخ السعدي رحمه الله هو صاحب الكتاب المشهور في التفسير، راح نقدمه لكم في أحد الحصص باش تشوفوه، بلي كتاب رائع جدا في معاني القرآن الكريم. لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي يقولون، ويقول أحد رفقائه اللي هو عبد الله بن عقيل، يقول أنه الشيخ عبد الرحمن السعدي كان يعالج في مستشفى لبناني مجموعة من النصارى كانوا يجوزوا على المرضى ويقدموا لهم بعض الكتيبات باش يقراوهم. من بين الكتب اللي وصلت لعند الشيخ السعدي هو هذا الكتاب. الشيخ السعدي ذاك الوقت كان عنده آلام حادة في رأسه، وقالوا له الأطباء أنه ليس عليك ولا لا يجب عليك أن تمس لا كتابا ولا ورقة ولا مطالعة ولا أي شيء ولا أي موضوع فكري. لكن عندما طالع الكتاب دع القلق وابدأ الحياة، مباشرة استلم ورقة وقلم وأراد أن يكتب لنا مجموعة من الأفكار الإسلامية لتتحدث على الصحة النفسية وكيف نعالج القلق. العجيب في الأمر أن الشيخ عبد الرحمن السعدي لم يكن يملك أي مراجع، ما كانش عنده مراجع لأنه كان المستشفى. والأمر الثاني أنه هو كان في آلام حادة، معناتها الرأس نتاعو كان في آلام حادة، لذلك اضطر إلى الذهاب والانتقال إلى لبنان للمعالجة. على هذيك الكتاب هذا عميق جدا، بسيط في معانيه، بسيط في ألفاظه لكن عميق في معانيه. نحاول قدر المستطاع في هذه الدقائق المعدودة أن نقدم لكم بعض الأفكار. الكتاب هو بين يديك، يعني طبعات متعددة، هو هذا الكتاب كتيب صغير جدا لكن معانيه عميقة جدا. أي واحد اللي رأي لاحظنا يقول عبد الرحمن السعدي العلامة المفسر الفقيه قدم لنا هذه الورقات من خواطر عقله مباشرة بدون حيازة أي مراجع، لكنها عميقة جدا وتتحدث كيف نعالج أنفسنا من الأمراض والاضطرابات النفسية. أنا نحاول نشرحه ببساطة وأنتم ما ركزوا معي مليح. بعد ذلك كان كتاب اللي هو العالم المشهور والداعية الأديب اللي هو محمد الغزالي رحمه الله، كذلك قرأ الكتاب تاع ديل كارنيجي وألف لنا هذا الكتيب ولهذا الكتاب الرائع جدد حياتك، ربما سنعرج عليه. هو أعطانا
الصبغة الإسلامية للمواضيع النفسية. أنا حبيت أقدم إشارة في البداية أن علماءنا دائما عندما يقرؤون الكتب الغربية يتكلمون عنها بكل عزة، بكل قوة، بكل فخامة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن للإسلام هيبة على العلوم. المسلم يعتز بدينه، يعتز بدينه، لذلك يستطيع أن يقرأ أي كتاب بدون الحاجة ولا دون الشعور بالنقص ولا بالانهزام الحضاري. وهذا ما حدث مع الشيخ عبد الرحمن السعدي ولا الشيخ محمد الغزالي الذي سنعرج له في هذا الكتاب في هذه المواضيع بإذن الله. أول أمر نشوف الشيخ السعدي كيفاش بدأ كتابه. وش قالنا الشيخ السعدي؟ قالنا الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. بعدها وش قال؟ قال: أما بعد، فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. حبي قلنا باللي معظم الناس، معظم البشر دائما يميلوا إلى البعد عن الهموم والغموم. معظم الناس يحبوا السرور، معظم الناس يحبوا السعادة برغم اختلاف دياناتهم ومللهم وشرائحهم في المجتمع. متى الطبقات العليا كما طبقات الدنيا كل الناس يحبوا السعادة، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. الشيخ هنا وش قالنا؟ قالنا باللي الحصول على السرور والبعد عن الهموم والغموم عنده أسباب. الأسباب الأولى هي أسباب دينية، لكن لم ينفي الأسباب الطبيعية. لذلك نقول خاوتنا اللي يقول لك لا العلوم الطبيعية والعلوم النفسية ما كاش منها، أنا قدمنا لكم الآن من أحد أفضل العلماء ولا أشهر العلماء ولا أعمق العلماء يقولنا باللي صح كان أسباب دينية، لكن في المقابل كان أسباب طبيعية. لماذا؟ لأنه كنجو نشوفوا الأمراض النفسية دائما ماشي الأصل نتاعها الجانب الإيماني فقط، لا كان مرات وين كيمياء الجسم، كان مرات وين الهرمونات، كان مرات الوراثة، كان مرات الأعصاب، كان مرات الأمراض الجسدية تأثر على النفس البشرية. لذلك هو أشار إلى الأمور الطبيعية الجسدية، وبعدها قال أسباب عملية. ما معنى أسباب عملية؟ معناته كان أسباب ولا أمراض لعلاجها هو عن طريق تعلم مهارات جديدة، مهارات عملية. إذن نقولوا العلاجات ولا باش يوصل الإنسان إلى السرور وإلى السعادة كان سبب ديني حقيقة، وكاين سبب طبيعي اللي هو الأمراض اللي لازم نعالجوهم، وكاين أسباب عملية معناتها لازم نتعلم الإدارة ونتعلم المناهج التربوية والإدارية وترتيب الأمور. هنا لكن هو قدم إشارة رائعة جدا الشيخ عبد الرحمن السعدي. ماذا قال؟ قال: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. معناتها الغربيين ومن بينهم ديل كارنيجي ولا نقولوا ستيفن كوفي ولا مجموعه من الخبراء والعلماء قدروا يوصلوا انه يلقاو السعاده البشريه شويه منها، لكن ما اغفلوه هو شيء عظيم جدا وهو الجانب الروحي الايماني. على هذيك الشيخ واش قال؟ قال: ولا يمكن اجتماعها كلها، معناتها الاسباب الدينيه والاسباب الطبيعيه والاسباب العمليه الاجرائيه، الا للمؤمن. واما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ما تحب يقول باللي العقلاء تاع الغربيين يقدروا يوصلوا إلى السعادة والراحة النفسية والبعد عن الهموم والغموم، معناتها ما راحش ينفي. هنا شوفوا الشيخ عبد الرحمن السعدي لا ينفي وجود آليات وعلاجات عالمية وغربية مدروسة في الأكاديميات المرموقة توصلنا إلى نوع من أنواع السعادة والراحة النفسية، لم ينفيها. لكن هو وش يقول؟ يقول الكمال يحصل للمؤمنين. لماذا؟ لأنه المؤمنين هم الأثبت وهم الأنفع وأحسن حالا. لماذا؟ بإيمانهم. وراح هو يحكي لنا التقنيات التي توصل الإنسان المؤمن إلى السعادة والراحة. هنا إشارة لخاوتنا اللي كل ما نتكلم على علم النفس يقول لك لا علم النفس هو غربي. لا أنا ندي من علم النفس إذا كان أمور تخالف عقيدتي وديني، بعدها إذا كان أمور عملية أمور تقنية أمور علاجية مدروسة أنا لا تخالف ديني. وهو وش قال؟ حصلت لهم، معناتها قال باللي كان أمور حصلت للغربيين الذين لا يؤمنون بديننا اللي هو الإسلام، حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم
عليه. معناتها العقلاء نتاعهم بالفطره نتاعهم سليمه من خلال البحث العلمي والمنهج قادرين يوصلوا الى السعاده والراحه، لكن الاكمل فاتتهم من وجوه انفع واثبت واحسن حالا ومآلا، هذا اللي نلقوها عند المسلمين. بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ولكني ساذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الاسباب لهذا المطلب الاعلى الذي يسعى له كل احد. كل احد في الدنيا يسعى الى راحه البال والى السعاده. الشيخ عبد الرحمن السعدي قالنا في هذه الرساله راح نقدم لكم مجموعه من التقنيات التي تحضرني. لماذا قال التي تحضرني؟ لماذا؟ لانه ما كانش عنده مراجع، كان في المستشفى، بالرغم ذلك تحضره هذه الرساله. انا كنقراها كمسلم، كنقراها ولا كمسلمه، يجب ان استحضرها بدون وجود مراجع. معناتها نقراها مره اثنين ثلاثه اربعه حتى تولي فلسفة حياة، حتى تولي عقيدة وجود. وعلاش؟ باش ما نمرش بسهولة. هو الشيخ عبد الرحمن السعدي بدون مراجع وآلام شديدة، بالرغم ذلك أنتج لنا هذه الرسالة الصغيرة الحجم لكن المباركة في الآثار والثمار. قال: فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة. يحكي على الناس، قال كل الناس يسعون إلى السرور وزوال الهموم والغموم. قال كاين الناس حصلوا شوية ولكن كان معظم الناس ما حصلوش على هذيك. هو حب يعطينا التقنيات والآليات لنوصلوا لها. قال: فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم بين بين. معناتها كان الناس وصلوا السعادة الدنيوية والأخروية، كان الناس شوية شوية، كان الناس بعيدين تماما. ربي بعدنا من الهموم والغموم وربي رزقنا السرور بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان. معناتها دوكا نبداو في الحصه القادمه ان شاء الله، راح نبداو ونقولوا ما هي الافكار اللي قدمهم لنا، اللي قدمهم لنا هذا العظيم اللي هو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله استاذ الشيخ العثيمين. ما هي الافكار التي قدمها لنا في هذه الرساله من خواطره والالام تاكل جسده وذهنه وعقله، وبعدما نصحه الأطباء بعدم مزاولة أي مهام علمية من كتابة أو قراءة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في الحصة القادمة إن شاء الله راح نكمل الأفكار المهمة من خلال هذه الرسالة، وربما أفكار من كتب أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.